الله، اخيرا اخدنا البريك. انا كنت خلاص مش قادره، هموت واكل سندوتش البرجر بتاعي. انا كمان هموت واكل سندوتش سوسيس بالبيت. ايه ده، انت عامله سوسيس بالبيت؟ الله، دي ماما كمان عملتهولي. انا جعانه جدا. يا ربي يا مروح اكل الاكل بتاعي. يا نهاري، ده نسيت خالص فيليب، وخرجت خروجه امبارح. يلا يا هنا، اتاخرنا اكيد، انا عايزين ننزل تحت. طيب ماشي ماشي، حاضر. بس فيليب، اهلا اهلا. ازيك يا هنا، عامله ايه؟ ازيك يا فيليب، اخبارك ايه؟ انا انبسطت جدا في الخروجه بتاعتي معاك امبارح. انا كمان. يوه، دي لسه هتتكلم مع فيليب، هسبقك انا تحت بقى يا هنا. اوكي ماشي ماشي يا بي، جاي وراك على طول. نعم يا فيليب، في حاجه؟ لا لا ابدا، كنت بس عايزه اقولك ان انا انبسطت جدا امبارح، كانت خروجه تحفه. هو ميرسي جدا على مذاكره الحساب مع بعض، بجد انتي انقذتيني. العفو، علي اي وقت، ممكن نذاكر مع بعض، بس بلاش ايس كريم تاني من الجو ده، عشان خاطر الناس فكروا ان انا افتكروا ان انا خارجه معاك اون ديت يعني. لا لا لا، بس كانت عايزه احضنك. ميرسي جدا. ايه يا فيليب، ده انت مقفر قوي. باي باي بقى، خليك هنا قاعد هنا مع نفسك. اما اكل سندوتش البيت بتاعي بالسوسيس بقى، احسن انا هموت من الجوع. هنا هنا، بقولك ايه؟ ايوه يا فيليب. لو عايزه ممكن ناكل ايس كريم تاني بكره، ايه رايك؟ لا لا لا، ولا ايس كريم ولا مش ايس كريم. كان عايز منك ايه الواد ده؟ كل شويه يطلع لك في كل حته. مش عارفه، ده بقى غريب جدا فعلا، كل شويه يطلع لي في كل حته. بس انا مش مركزه معاه خالص، انا مركزه في دراستي وخلاص. بس كان شكلكم انتوا الاتنين حلوين جدا امبارح لما شفتكم مع بعض خارجين. ايه يا بنات، ده هو مين كان خارج مع مين؟ عايزه اعرف القصه. ابدا، هانا كانت نازله مع فيليب. يا نهاري، ده الموضوع شكله غريب جدا. ده شكله فعلا غريب قوي قوي قوي. طب بقول لك، نعم نعم نعم. انتوا عارفين ناس هناخد ماده جامده جدا. ايه ده، هناخد ماده ايه؟ هناخد ماده بيولوجي، وهنجيب الحصينه، قصدي هنجيب معانا النهارده حيوانات ونتفرج عليهم. واو، انا بحب جدا ماده البيولوجي، هتعلم فيها كتير قوي. يلا يا بنات، كل واحد يقعد على الفصل بتاعه عشان خاطر نبتدي على طول. مستعدين؟ يلا، مستعدين ولا مش مستعدين؟ الله، نفسي اوي اجيب الخيل بتاعي هنا واتفرج عليه، انا بعشق الحصان والخيل اصلا. نفسي، الله، وانط كده لما اكبر. الله، ايه ده، وريني كده. الله، حلو اوي الحصان ده، وانا كمان بحب الحصانه جدا يا انا، زي ما انتي بتحبيها. مش ممكن يا فيليب، انت بقيت فظيع. يلا يا جماعه بقى، ركزوا معايا عشان خاطر نخلص الحصه. حاضر يا ميس. بص بقى، النهارده جبت لكم حيوانات كتيره جدا، كل واحد يقول لي بيحب ايه الحيوان المفضل بتاعه. انا بحب يا ميس السلحفه جدا، وانا بحب يا ميس الحصانه قوي، انا بجد بعشق الحصانه. وانا انا عن نفسي بحب الخيل، وجبت لكم معايا الخيل بتاعي. واو، ده شكله تحفه، مش بقول لك شكله حلو قوي؟ ايه ده، انتي ازاي تجيبي خيل معاكي الفصل؟ انتي اتجننتي ولا ايه؟ ده المدير لو عرف هيرفدنا كلنا. لا لا لا، بصوا جميل ازاي، شكله حلو قوي صح؟ انت بحب الخيل بتاعي قوي. هو الصراحه شكله جامد جدا، بس انتي غريبه فعلا انتي تجيبيه معاكي هنا. امال انتوا فاكرين ايه يعني؟ بصي، انا جايبه كمان معايا عنكبوت هنا، فخلي بالك عشان خطر على الحصان. واو يا ميس، الحصان فكرته حلوه جدا ان احنا جبناه معاه هنا، بجد شكله يجنن. ينفع اركبه يا ميس؟ طبعا كلكم هتركبوه بس بالدور يا ميس. لا طبعا يا جماعه، ما ينفعش، انا بقول لكم ما ينفعش. يو، انا مبسوطه جدا بالخيل ده، ونفسي ان انا اركبه جدا بجد، انا عايزه اركبه، عايزه اركبه اركبه اركبه. وانا كمان، انا بموت في خيل، بس للاسف انا اصلا مش بعرف اركب خيل، مش خاطر انتوا عارفين. بص يا جماعه بقى، انا عامله لكم مفاجاه، كل واحد ممكن يركب الخيل. ايه ده، الله، دي شكلها كيكه شوكولاته كبيره قوي، وقعت من حد، اما اروح اشيلها. الله، انا كنت جعانه قوي، مين اللي ساب الكيك دي هنا؟ اف، ايه ده، يا ده تويلت بتاع حصان، ايه ده، بيعمل ايه هنا؟ مين اللي ساب القرف ده هنا؟ اكيد مفيش حصان يعني في المدرسه، هو انتوا في ايه، اتجننتوا ولا ايه؟ لا مش قادره اصدق نفسي. الريحه دي جايه من هنا، مش قادره اصدق عيني، ده في فعلا حصان في الفصل. ايه ده التهور ده؟ المستر جه يا جماعه، خبوا الحصان بسرعه، هنخبيه فين، هنخبيه فين؟ خلاص هو شافه خلاص. لا انتوا
اتجننتوا؟ حد يجيب خيل مع المدرسة؟ انا مش قادرة اصدق نفسي. اهدى بس يا مستر خلاص، طيب احنا كنا هنمشيه. لا الخيل ده يمشي بالفصل دلوقتي حالا، انا كنت هاكل التويلت بتاعه من شوية. ايه كنت هتاكله؟ كنت فاكره شوكليت كيك، اكتشفت ان هو التويلت بتاع حسنة على الارض. يا ربي مدرستي اتبهدلت وفيها حسنة، انا هنهار انا مش قادر. خلاص يا جماعة، طب يا مستر 5 دقايق بس وهنمشيه. يا نهاري، ده المستر انهار خالص.